بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي مشاهدينا دارسي ماده الكيمياء اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامجكم المتميز في ماده الكيمياء بدايه ارحب بالاستاذ محمد حسن زغلول خبير الكيمياء بوزاره التربيه والتعليم اهلا بك يا استاذ محمد اهلا بك يا استاذ خالد واهلا ومرحبا بتلاميذتنا تلاميذ مدرسه على الهواء النهارده ان شاء الله يا اولاد معانا مراجعه الباب الثالث اللي هو الكيمياء الكهربية. طبعا احنا درسنا الكيمياء الكهربية وعرفنا مع بعض ان الباب بتاع الكيمياء الكهربية المكرر علينا قسمين. قسم كسمي بيتكلم على الخلايا الجلفانية اللي هي البطاريات بانواعها وقسم بيتكلم على الخلايا التحليلية الالكتروليتية. هنشوف مع بعض دلوقتي يبقى الكيمياء الكهربية خلايا جلفانية وخلايا الكتروليتية. نشوف مع بعض الحلقة النهاردة إن شاء الله تعجبكم وتكون شيقة ونلم فيها كل الأسئلة والأجوبة على أسئلة الباب التالي اتفضل يا أستاذ خالد آه العالم فرضي أوضح <applause> العلاقة بين كمية الكهربية التي تمرر في المحلول الإلكتروليتي وكمية المادة المتكونة أو المستهلكة عند أي قطب من خلال قانونين عرف باسمه القانون الاول لفرضية وده من القوانين الهامه جدا ايه نص القانون الاول لفرضية كميه الماده المستهلكه او المتكونه ولو احنا وضحنا اكتر كميه الماده المستهلكه من المصعد اي الانود والمتكونه على المهبط اي الكاسود تتناسب تناسبا طرديا مع كمية الكهربية التي تمرر في المحلول الإلكتروليتي إذا ده كده عبارة عن نص القانون الأول لفرضي أما القانون الثاني لفرضي كتل المواد المتكونة أو المستهلكة بمرور نفس كمية الكهربية تتناسب طرديا مع كتلتها المكافئة اذا هذين القانونين واللذين وضعهما العالم فارادي يوضحان العلاقه بين كميه الكهربيه التي تمرر في المحلول الالكتروليتي وكميه الماده التي يتم تحريرها عند احد الاقطاب اما القانون العام للتحليل الكهربي عند امرار فرضي خلال محلول الكتروليتي فان ذلك يؤدي الى ذوبان او تصاعد كتله مكافئه جراميه عند احد الاقطاب لكن دايما تلامذتنا بيحبوا يستفسروا ويعرفوا الفرق بين الفرضي والكلوم موضع لبس بالنسبه ليهم هنسمعها بشكل شيق وبتفسير من الاستاذ محمد حسن زغلول اتفضل يا استاذ بسم الله الرحمن الرحيم عندنا اولاد الاول مبدئيا تعريف عرف او ما المقصود بالامبير الدولي وما المقصود بالكولوم تعريف الامبير الدولي هو طبعا انتوا خدنا في الفيزياء ان الامبير هو وحده قياس التيار احنا مش مختلفين عن الفيزياء الفيزياء الامبير وحده قياس التيار برضو عندنا في الكيمياء ان شاء الله الامبير وحده قياس التيار بس احنا عندنا حته زياده عندنا ما المقصود بالامبير الدولي؟ الامبير الدولي هو كميه التيار الكهربي التي اذا مرت لمده واحد ثانيه في الكتروليت من نترات الفضه فانها تحرر من المصعد وترسب على المهبط واحد 118 من الف ملي جرام فضه. هقوله تاني الامبير الدولي ده واحده لكشه التيار. طيب لو جه لي ما المقصود بالامبير الدولي؟ ده كميه الكهرباء كميه التيار الكهربي التي اذا مرت لمده واحد ثانيه في الكتروليت من في محلول الكتروليتي من نترات الفضه تحرر من المصعد وترسب على المهبط واحد و118 من الف ملي جرام فضه. طب قال لي ما المقصود بالكولوم؟ الكولوم ده وحده لقياس كميه الكهربيه طب تعريفها ايه برضه كميه الكهربيه التي اذا مرت في الكتروليت في محلول الكتروليتي من نترات الفضه فانها تحرر من المصعد وترسب على المهبط واحد ومية من الف ملي جرام فضه ايه الفرق بين التعريفين هناك في الامبير انا قلت واحد ثانيه كان الزمن المحدد كان واحد ثانيه اما في الكولوم مفيش واحد ثانيه هقولهم تعرفين تاني بسرعه الامبير الدولي كميه التيار الكهربي اللي لما بتمر في محلول الكتروليتي من من نترات الفضه محلول الكتروليتي من نترات الفضه لمده واحد ثانيه فانها تحرر من المصعد وترسب على المهم واحد و118 من الف ملي جرام فضه اما في الكولوم كميه الكهربيه التي اذا مرت في محلول الكتروليتي ما جبت السريت واحد ثانيه هو كمية الكهربية التي مرت في محلول الكتروليتي من نترات الفضة فانها تحرر من المصعد وترسب على المهبط واحد ومية وتمنتاشر من الف ملي جرام فضة طيب عايز اقول لكم حاجة كمان يا ترى ايه العلاقة بين ايه العلاقة بين كمية الكهربية وشدة الطيار انتوا خدتوا في الفيزياء قانون بيقول ايه كيو بتساوي اي في تي كيو كمية الكهربية بتساوي اي شدة الطيار في تي احنا مش هنختلف طب تعالوا كده نشوف مع بعض احنا بنقوله في الكيمياء ازاي بنقول يا اولاد ان كمية الكهربية عايزين نبص مع بعض كمية الكهربية بتساوي شدة الطيار حاصل ضرب شدة الطيار في زمن مرور في زمن مرور التيار طيب يا اولاد يبقى كمية الكهربية بتساوي شد طرف الزاوية، كمية كهرباء بالكولوم كل واحد كولوم كهرباء بيساوي واحد أمبير واحد أمبير في اللي هي شد طيار في واحد ثانية، يجي يقولي ما العلاقة بين الكولوم والأمبير؟ واحد كولوم بتساوي واحد أمبير في واحد ثانية، يجي يقولي ما المقصود بحاصل ضرب واحد أمبير في واحد ثانية؟ نقول له ده بيساوي واحد كولوم. القانون ده بنقول كميه الكهربية بتساوي شده التيار تي في زمن مرور التيار زين. خلي بالك كميه الكهربيه بتساوي شده التيار تي في الزمن زين، كميه الكهربيه بالكولوم، شده التيار بالامبير الزمن بالثانيه. طب يا اولاد لو قلنا كيو بتساوي اي تي، طب ما اختلفناش والله هي هي، كيو اللي احنا خدناها في الفيزياء، الفيزياء والكيمياء بيكملوا بعض. كيو كمية الكهربية بالكولوم بتساوي الاي شدة التيار بالامبير في تي زمن مرور التيار بالسنة في علاقة تانية الاستاذ خالد قال لنا تعريف الفرادي او قال لكم ان الواحد فردي ده كمية الكهربية اللي بتحرر كمية الكهربية اللي بتحرر من المصعد وترسب على المهبط كتلة مكافئة جرامية واحدة بس الواحد فرضية ده بيساوي ايه يا ولاد؟ واحد فرضية احنا اتفقنا ده كمية كهربية ده بيعادل كمية من الكهربية مقدارها 96500 كولوم كل واحد كر... كل واحد فرضية كهرباء هو هو بالظبط 96500 كولو اتفضل يا استاذ خالد آه كده استاذنا وضح دايما تساؤل لدى الطلبة الفرق بين تعريف الامبير والكولوم ولكن بداية كان أستاذنا قال لنا إن هذا الباب عبارة عن قسمين خلايا جلفانية وخلايا إلكتروليتية أو ما تسمى تحليلية أي خلية تحتوي على آنود كاسود محلول إلكتروليتي طب لو إحنا هنقارن بين الخلية الجلفانية والخلية التحليلية أي الإلكتروليتية في الخلية الجلفانية دي أنظمة يتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية من خلال تفاعلات أكسدة واختزال، لكن تفاعل الأكسدة والاختزال هنا يسمى تفاعل تلقائي لأن الخلية يصدر عنها طاقة كهربية. بعكس الخلية التحليلية أو الإلكتروليتية وفيها يتم تحويل الطاقة الكهربية المستمدة من مصدر خارجي إلى طاقة كيميائية أيضا من خلال تفاعل أكسدة اختزال ولكن هنا التفاعل تفاعل غير تلقائي لأنه لا يصدر عنها طاقة كهربية لأن الطاقة الكهربية مستمدة من مصدر خارجي. آنود الجلفانية قطب سالب كاسود الجلفانية قطب موجب طب ليه آنود الجلفانية سالب؟ لأنه قطب مانح للإلكترونات قطب تتراقم عليه او على سطحه الالكترونات السالبه بعكس كاسود الجلفانيه قطب موجب لانه قطب مستقبل للالكترونات اما انود التحليليه موجب وكاسودها قطب موجب لكن احنا هنستكمل بايضاح الخليه الجلفانيه مع استاذنا الاستاذ محمد حسن اتفضل يا استاذ مبدئيا كمان يا اولاد في المقارنه نقدر نزود حته صغيره كده نقول ان في الخلايا الجلفانيه القوه الدفعه الكهربائيه بتكون باشاره موجبه اما في الخلايا الالكتروليتيه القوه الدفع الكهربائيه بتكون باشاره سالب آه عظيم قوي احنا قلنا القسم الاولاني من الباب ده عباره عن خلايا جلفانيه ايه الخلايا الجلفانيه دي جميع البطاريات اللي احنا عارفينها واللي احنا مش عارفينها بس الخلايا الجلفانيه بتنقسم الى قسمين خلايا جلفانية أولية وخلايا جلفانية ثانوية، الخلايا الجلفانية الأولية التي لا يمكن إعادة شحنها اللي بتخلص بنرميها، طب أنا عايز أمثلة كده أنتوا عارفينها كويس أوي أوي على خلايا جلفانية أولية. الخلايا الجلفانية الأولية زي بطارية الزئبق اللي في الساعة دي لما بتخلص بنرميها ونجيب لا يمكن إعادة شحنها نتخلص منها ونجيب واحدة جديدة. زي ايه كمان يا اولاد الخلايا الجلفانية الاوليه زي العمود الجاف اللي هو بيكون في ساعه الحيط اللي هو بيكون في الريموت كنترول اللي بنشتريه من السوبر ماركت برضه لما بتخلص بنجيب ايه واحده جديده يبقى الخلايا الجلفانية الاوليه قبل ما اتكلم عليها مبدئيا دي لا يمكن اعاده شحنها لما بتخلص بنرميها ونشتري غير اما الخلايا الجلفانية السنويه هي التي يمكن اعاده شحنها النهارده انتوا عارفين كويس ان اشهر خليه جلفانيه سنويه يمكن اعاده شحنها خليه البطاريه بتاعه الموبايل بتاعك كل ما البطاريه بتفضى بنعيد شحنها ما بنروحش نشتري بطاريه جديده الا اذا البطاريه خربت لكن طول ما البطاريه سليمه كل ما بتفضى بنعيد شحنها وعندي كمان عندنا في المنهج بتاعنا الخلايا الجلفانيه السنويه التي يمكن اعاده شحنها خليتين خليه اسمها نيكل وكادميوم هنتكلم عليها والمرقم الرصاصي اللي هو بطاريه السياره طب لو جه قال لي ما المقصود بخليه جلفانيه اوليه يبقى الخليه الجلفانيه الاوليه هي التي لا يمكن اعاده شحنها نقول ايه نقول ان هي خليه جلفانيه اوليه الغرض منها الحصول على طيار كهربي انا حاطط هنا خليه جلفانيه اوليه ليه عشان تديني طيار كهربي شغال الساعه أنا حاطط في ساعة الحيط عمود جاف ليه؟ ده بيديني طيار كهربي بيشغل الساعة، طب في الريموت كنترول بنحط ليه عمود جاف برضه؟ ده خلية جلفانية بتديني طيار كهربي بنستفاد منه في تشغيل الريموت، يبقى الخلية الجلفانية الأولية الغرض منها إعطاء طيار كهربي من تفاعل أكسدة واختزال تلقائي شغال شغال لوحده، الأكسدة والاختزال شغال. الخلايا الجلفانيه الاوليه الغرض منها اعطاء تيار كهربي، تكوين تيار كهربي من تفاعل اكسده واختزال تلقائي ولكنه غير انعكاسي. ولو قال لي علل، اقول له غير انعكاسي عرفنا خلاص قلناها كتير لانه لا يمكن اعاده شحنها. اما في الخليه الجلفانيه السنوية الغرض منها الحصول على تيار كهربي من تفاعل اكسده واختزال تلقائي. بص دلوقتي حالا واحنا قاعدين هتلاقي البطاريه بتاعه الموبايل بتاعتك شغاله بتديني تفاعل اكسده واختزال تلقائي ولكنه انعكاسي يعني ايه انعكاسي يعني لما بتفضى بيعاد ايه شحنه اذا التعريف بتاع الخلايا الجلفانيه الاوليه والخلايا الجلفانيه الثانويه احنا ماشيين كده جزء كامل زي بعض سواء في الخلايا الجلفانيه الاوليه او في الخلايا الجلفانيه الثانويه الحصول على طيار كهربي من تفاعل اكسده واختزال تلقائي في الاثنين تلقائي بس في الاوليه لا يمكن اعاده شحنها اما في الثانويه يمكن اعاده شحنها اتفضل آه كده احنا وضحنا لحضراتكم الفرق بين الخلايا الجلبانية والخلايا التحليليه اي الكتروليتيه وبرضه استاذنا وضح بايضاح ما فيش كلام بعديه خالص الفرق بين الخلايا الجلفانية الأولية والخلايا الجلفانية الثانوية. عندنا مثالين في الخلية الجلفانية الأولية وهو العمود الجاف وخلية الزئبق وبرضو مثالين في الخلايا الجلفانية الثانوية وهو بطارية النيكل كادميوم القلوية وبطارية الرصاص الحامضية. طبعا ده جزء مهم جدا ان شاء الله هنوفي حقه مع حضراتكم في حلقتنا اليوم يجب ان الطالب في كل خليه يبقى عارف ما هو من هو الانود من هو الكاسود؟ ما هو المحلول الالكتروليتي ما هو تفاعل الاكسده وتفاعل الاختزال الذي يتم عند كل من الانود والكاسود؟ ما هو التفاعل الكلي النهائي؟ وكيف يمكن كتابه الرمز الاصطلاحي لكل خلية برضو يجب ان يكون بيعرف ازاي يوضح رسم كامل البيانات لكل بطارية بداية يا أستاذ محمد احنا عايزين نقارن بين الخلية الجافة وبطارية الرصاص الحمضية من حيث الانود والكاسود وبرسم كامل البيانات والتفاعلات التي تتم عند انود وكاسود كل خلية يبقى احنا هناخد كمثال على خلية جلفانية أولية هناخد العمود الجاف وكمثال على خلية جلفانية ثانوية هناخد المرقم الرصاصي ونقارن بينهم. أولاً العمود الجاف. العمود الجاف يا أولاد زي ما قلنا هو خلية جلفانية أولية. <applause> عفواً لو سألني ما الغرض من العمود الجاف؟ الحصول على تيار كهربي من تفاعل أكسدة واختزال تلقائي غير انعكاسي لأنه لا يمكن إعادة شحنه طيب مما يتركب العمود الجاف أي خلية ثلاث أقسام رئيسية في كل خلية العمود الجاف أو غيره طالما هي خلية جلفانية أولية أو خلية جلفانية سنوية هي المصعد الأنود السالب والمهبط الكاسود الموجب والالكتروليت لو جينا للعمود الجاف عايزين نبص على الرسمه مع بعض العمود الجاف اناء من الخرسين يجي لي سؤال لوحده ما دور اناء الخرسين في العمود الجاف كل ده اولاد اناء الخرسين بتاع العمود الجاف نقول له هو المصعد الانود هو المصعد الانود السالب اللي بيعمل تفاعل الاكسده وبعدين في جواه عمود من الجرافيت اشمعنا جرافيت الجرافيت واحده صور الكربون التي توصل التيار الكهربي عمود الجرافيت عليه غطاء معدني حواليه حوالين عمود الجرافيت اللي عليه الغطاء المعدني عجينه العجينه دي عباره عن ايه العجينه دي عباره عن الالكتروليت اللي هو كلوريد الامونيوم NH4Cl، NH4 موجب وCl سالب، وثاني اكسيد المنجنيز MNO2 ومسحوق الكربون، طيب هسأل أو انتوا هتسألوني سؤال. قلنا ما دور اناء الخرسين هو المصعد الانود السالب اللي بيعمل تفاعل الاكسده طيب فين الكاسود الموجب احنا قلنا المصعد الانود السالب هو اناء الخرسين في الحقيقه اولاد المهبط الكاسود الموجب ده مجموعه من عباره عن عمود الجرافيت عفوا عمود الجرافيت الغطاء المعدني الالكتروليت كلوريد الامونيوم ثاني اكسيد المنجنيز مسحوق الكربون الله يبقى المصعد الانودي السالب كان حاجه واحده هو اناء الخرسين المهبط الكاسود الموجب هو عباره عن عمود الجرافيت غطاء معدني الكتروليت من كلوريد الامونيوم ثاني اكسيد المنجنيز مسحوق الكربون طب القنود السالب اللي بيعمل اكسده وعرفناه هو اناء الخرسين امال مين اللي بيعمل اختزال اللي هيحصل له اختزال زي ما نشوف دلوقتي هو ثاني اكسيد المنجنيز ثاني اكسيد المنجنيز سؤال هنا محدد ما دور ثاني اكسيد المنجنيز في العمود الجاف ثاني اكسيد المنجنيز عامل مؤكسد قوي يحدث له اختزال طيب احنا قلنا المنطقه دي فيها عجينه من كلوريد الامونيوم ثاني اكسيد المنجنيز مسحوق الكربون طب المنطقه اللي بتلمس اناء الخرسين سواء من هنا او من هنا عباره عن ايه عباره عن الالكتروليت برضو كلوريد الامونيوم زائد كلوريد خرسين كده احنا خلصنا التركيب ونلاحظ اي خليه جلفانيه مصعد انود سالب بيحصل عنده تفاعل الاكسده وهو في العمود الجاف اناء الخرسين مهبط كاسود موجب وبيحصل عنده تفاعل اختزال هو عباره عن عمود جرافيت وغطاء معدني ومحاط بعجينه من كلوريد الامونيوم NH4 موجب وCl سالب وثاني أكسيد المنجنيز عامل مؤكسد قوي الذي يحدث له الاختزال ومسحوق الكربون. الجزء ده قبل ما أسيبه على الرسم يجي يقول لي ما كل من إناء الخرسين والأنود السالب الذي يحدث عنده تفاعل الأكسدة. ما دور ثاني أكسيد المنجنيز عامل مؤكسد قوي يحدث له اختزال. ما محلول مصدور كلوريد الامونيوم ان 4 موجب وسائل سالب ده الالكتروليت الذي يوصل التيار الكهربي عن طريق حركه ايوناته في اتجاه الاقطاب المخالفه يهمني اوي دلوقتي قبل ما اقول لكم تفاعل الاكسده والاختزال نكتب معادله العمود الجاف معادله العمود الجاف حفظ وهنشرحها بالتفصيل زد ان زائد 2 امونيوم موجب زائد اتنين ثاني اكسيد المنجنيز ام ان اوتو في السهم في اتجاه واحد فقط لانه لا يمكن اعاده شحنها ده تفاعل تام غير انعكاسي هيكون زد ان موجب اتنين زائد اتنين نشادر ان اتش سري زائد اتنين اتنين, اتنين ام ان او او اتش اوكسيد منجنيز قاعدي أكسيد منجنيز قاعدي استاذ خالد قال عايزين نعرف تفاعل الاكسده وتفاعل الاختزال مبدئيا احنا خدنا في سنه تانية اعداد الاكسده هنا عدد تاكسد الخرسين صفر لانه فلز نقي الخرسين كان في المتفاعلات صفر اصبح في النواتج اصبح في النواتج موجب اتنين هنلاحظ هنا ان الخرسين شحنته الموجبه زادت بما ان شحنته الموجبه زادت يبقى اناء الخرسين حدثت له حدثت له اكسده طيب ما تيجوا كده مع بعض نحسب عدد تاكسد المنجنيز افكركم في سنه تانية ان الاو في جميع غالبا في جميع مركباته عدد تاكسده بيساوي سالب اتنين هعيد الحته دي تاني عدد تاكسد الاكسجين غالبا في جميع مراك... غالبا في معظم مركباته سالب اثنين. انا ماليش دعوه بالاتنين الوزن دي فبقول هنا اثنين في سالب اثنين يبقى سالب اربعه اذا لابد ان يكون عدد تاكسد المنجنيز موجب اربعه لان سالب اربعه وموجب اربعه يبقى المجموع صفر. تعالوا الاكسيد المنجنيز القاعدي من غير الاتنين بتاعت الوزن عدد تاكسد نركز قوي على الحته بتاع سنه تانية انا براجعها اهو عدد تاكسد مجموعه الاو اتش بسالب واحد وعدد تاكسد الاو هنا بسالب اتنين يبقى الاو اتش بسالب واحد والاو بسالب اتنين يبقى مجموعهم سالب ثلاثة اذا يكون عدد تاكسد المنجنيز موجب تلاته خلي بالكم يا اولاد اذا كان الخرسين كان صفر وبقى موجب اتنين يبقى حصلت له عمليه اكسده اما المنجنيز اذا هنا عدد تاكسده موجب اربعة في ثاني اكسيد المنجنيز بقى موجب ثلاثة اذا المنجنيز حصل له عملية اختزال ما انا قلت في الاول ما دور اناء الخرسين هو الانو مسعد انود سالب تحدث له اكسدة بالدليل هنا كان عدد تأكسد الخرسين بصفر في النواتج اصبح عدد تأكسد الخرسين بموجب اتنين حاجة تانية ما دور ثاني اكسيد المنجنيز في العمود الجاف دور ثاني اكسيد المنجنيز عامل مؤكسد قوي طب ايه الدليل هنا ان حدثت له اختزال من موجب اربعة لموجب ثلاثة تعالوا بقى يا اولاد نكتب الرمز الاصطلاحي لهذه الخلية آه ان شاء الله آه هنكتب الرمز الاصطلاحي ونواصل آه دراستنا عن العمود الجاف ابنائي آه وبناتي آه فاصل قصير ثم نعود اليكم عدنا اليكم ونستكمل معا العمود الجاف، أه كان أستاذنا وضح الآنود والكاسود والمحلول الإلكتروليتي في العمود الجاف، كنا قلنا أساسا أن, أن آنود العمود الجاف هو عبارة عن علبة من الخرصين أما الكاسود عبارة عن عجينة رطبة من ثاني أكسيد المنجنيز تحيط بعمود الكربون. والالكترولايت عباره عن كلوريد امونيوم نستكمل معا المعادله الكليه التي تخص تفاعل الاكسده والاختزال في العمود الجاف اتفضل يا استاذ عايزين بقى زي ما قلت لكم يا اولاد نكتب الرمز الاصطلاحي الرمز الاصطلاحي احنا بنحط قنطره ملحيه اللي بعد شويه نقول لكم ايه وظيفتها قنطره ملحيه هنا المصعد الانود المسعد الانود السالب اللي حدثت له عمليه الايه الاكسده مين اللي حصلت له في المعادله كده نبص عمليه له حصلت له عمليه اكسده الزد ان في المتفاعلات كان صفر اصبح في النواتج موجب 2 اذا هنا الشحنه الموجبه زادت يبقى زد ان بقى زد ان موجب 2 ده المسعد عند المسعد الانود السالب الخرسين حدث له عمليه الاكسده هنا كان عدد تاكسس صفر بقى موجب 2 كده يبقى حصلت أكسدة، أكتب هنا أكسدة. إذا الخرسين الذي حدثت له عملية الأكسدة بزيادة شحنته الموجبة هو عامل مختزل. نروح لهنا المنجنيز في ثاني أكسيد المنجنيز كان موجب أربعة. في النواتج في أكسيد المنجنيز القاعدي بقى موجب ثلاثة. إذا هنا الشحنة الموجبة قلت يبقى المنجنيز المنجنيز عند الكاسود عند الكسود مش هو الكسود الكسود احنا قلنا اربع حاجات قلنا عمود من الجرافيت غطاء معدني العجينه اللي فيها كلوريد الامونيوم وثاني اكسيد المنجنيز ومسحوق الكربون هنا المنجنيز كان مربع في المتفاعلات حسبناه بحسبه لكم تاني اهو الاول واحده بسالب اتنين اتنين في سالب اتنين بسالب اربعه اذا لابد المنجنيز يكون بموجب اربعه واحنا في الاكسده والاختزال متعلمين من سنة تانية أن أنا باهمل الوزن أصبح هنا في النواتج المنجنيز أصبح موجب ثلاثة إذا الشحنة الموجبة قلت تعالوا برضه نحسب هنا تاني طبعا بأهمل الوزن لكن أنا عارف أن مجموعة الاو OH عدد تأكسدها بسالب واحد والأو غالبا بسالب اثنين سالب واحد وسالب اتنين بسالب ثلاثة إذا لابد أن يكون المنجنيز موجب ثلاثة هنا عدد تأكسد المنجنيز من موجب أربعة في المتفاعلات أصبح موجب ثلاثة في النواتج، إذا الشحنة الموجبة قلت، إذا هنا حدث اختزال يبقى المنجنيز في ثاني أكسيد المنجنيز عامل مؤكسد قوي. يعني نقدر نفهم من كلام ساعتك يا أستاذ محمد إن الرمز الاصطلاحي بنعبر من خلاله عن تفاعل الأكسدة وتفاعل الاختزال الذي تم. طبعا يعني كده العمود الجاف خد حقه جدا معانا وده كان بيعتبر مثال على خلية جلفانية أولية يعني خلية بنحصل منها على طاقة كهربية من خلال تفاعل أكسدة اختزال تلقائي غير انعكاسي لكن احنا قلنا برضو في سؤالنا عندنا مثال آخر على بطارية الرصاص الحمضية والتي تعتبر مثال على خلية جلفانية يحدث فيها التفاعل بشكل تلقائي ولكنها خلية جلفانية انعكاسية أي يمكن إعادة شحنها مرة أخرى زي ما تعرفنا على الأنود والكاسود والمحلول الإلكتروليتي وكذلك تفاعل الأكسدة وتفاعل الاختزال وكذلك الرمز الاصطلاحي بالنسبة لي الخلية الجافة أو العمود الجاف كمثال على خلايا جلفانية أولية برضو إحنا نتعرف على بطارية الرصاص الحامضية آنودها كاسودها المحلول الإلكتروليتي وتفاعل أو التفاعل الأكسدة الاختزال اللي إحنا بنعبر عنه برمز إصطلاحي اتفضل يا أستاذ محمد في حتة مهمة برضو أولاد في العمود الجاف نخلي بالنا ان غالبا القوه الدفعة الكهربيه بتاعه العمود الجاف هي واحد ونص فولت خلصنا العمود الجاف كمثال لخلية جلفانية أولية تعالوا كده نشوف مع بعض مثال على خلية جلفانية ثانوية وإحنا طبعا عارفين أن المركب الرصاصي اللي هو بطارية السيارة هو خلية جلفانية ثانوية الغرض منها الحصول على تيار كهربي من تفاعل أكسدة واختزال تلقائي ولكنه انعكاس ده الغرض منها التركيب بتاع اي خليه جلفانيه احنا متفقين تلات حاجات المصعد انود سالب الذي يحدث عنده تفاعل الاكسده المهبط كاسود موجب هو الذي يحدث عنده تفاعل الاختزال اما الالكتروليت هنا بيكون حمض الكبريتيك زي ما هنشوف تعالوا نشوف تركيبها كده مع بعض اناء من نوع خاص من الماء البلاستيك يتحمل حاجتين يا اولاد يتحمل الصدمات عشان الواحد وسائل عربيه كده بياخد مطبات الحمد لله البطاريه ما بتكسرش ليه عشان الصندوق دوت بتاع البطاريه نوع معين من البلاستيك اسمه بوليسترين يتحمل الصدمات ولا يتفاعل مع حمض الكبريتيك على فكره حمض الكبريتيك اللي جوه الصندوق بتاع البطاريه بيسموه في الورش بيسموه مية النار طيب لازم مية النار دي مية نار ربنا يكفينا شرها اللي هي حمض الكبريتيك لو الصندوق ده ليه مستين الميزة الأولانية نوع البلاستيك اللي فيه فيه مستين الميزة الأولانية يتحمل الصدمات عشان لما ناخد مطب البطارية ما تتكسرش الميزة التانية انه ما بتفعلش مع حمض الكبريتيك اللي جواها اللي جوا البطارية اللي احنا بنقول عليه مية النار تعالوا نبص كده مع بعض على الرسم يبقى ادي الصندوق جواه هنا ماليينه الالكتروليت الالكتروليت هو حمض الكبريتيك طب ما احنا عارفين ان رمز حمض الكبريتيك H2SO4 خلي بالكم يا اولاد لازم اكتب حمض الكبريتيك متاين ايونات موجبه طالما الكتروليت وده الكتروليت قوي يعني خدنا قبل كده في الباب الثاني ان الالكتروليت القوي يتفكك كليا في الماء هيتفكك كليا في الماء إلى حمض الكبريتيك اتنين اتش موجب واس اس او فور سالب اتنين ما دور يجي سؤال لوحده بره التركيب اللي احنا بنشرحه يجي يقول لي ما دور حمض الكبريتيك في خليه الرصاص؟ حمض الكبريتيك الكتروليت بيعمل ايه؟ بيوصل التيار الكهربي عن طريق حركه ايوناته في اتجاه الاقطاب المختلفه. طيب في ملحوظه مهمه قوي كثافه حمض الهيدروكلوريك احنا مفروض حاجه احنا ما بنعملهاش مفروض بنعملها ايه هي ان انا معايا ضمان بتاع البطاريه بتاعه العربيه مفروض ان انا كل شهر اروح لبتاع البطاريات يكشف لي على البطاريه يعني ايه يكشف على البطاريه في جهاز عنده اسمه الهيدرومتر يجي يسالني ما فائده الهيدرومتر الهيدرومتر ده مقياس لكثافة بيقيس الكثافة بتاع الحمض الالكتروليتي اللي موجود داخل البطارية بنفتح الست عيون بتاع البطارية العامل بتاع المحل وبيقيس الكثافة بجهاز اسمه الهيدرومتر اذا كانت الكثافة تتراوح بين واحد وثمانية وعشرين من مية جرام لكل سنتيمتر مكعب إلى واحد وثلاثة من عشرة أو ثلاثين من مئة جرام لكل سنتيمتر مكعب مين اللي قاسي الكثافة بتاع كل عين من عيون البطارية جهاز اسمه الهايدرو والله يا أولاد طلعت فتح العين الأولانية والثانية والثالثة كل عين طلعت الكثافة تتراوح بين واحد وثمانية وعشرين من مية إلى واحد وثلاثة من عشرة أو ثلاثين من مئة جرام لكل سنتيمتر مكعب الحمد لله البطارية سليمة ومع السلامة طب لو طلعت أقل لو طلعت تركيز الحمض أقل من واحد وثمانية من مية أقل من الرقم ده على طول يزود حمض كبريتيك ويشحن البطارية طب لو طلعت الكثافة أكتر من واحد وثلاثة من عشرة ده اللي احنا بنعمله اللي انا بعمله واللي باباك بيعمله كلنا بنعمله بفتح كده لقيت مفيش ميه الميه الماتور سخن فبخر الميه بتاعت البطاريه فاصبحت كثافه الحمض زادت احنا بنزود ميه وبنمشي بالعربيه يبقى هنا اذا كانت الكثافه اقل من 1.28% بنحط للبطاريه ايه بحط داخل البطاريه حمض هو اللي بيحط العامل بتاع المحل اللي انا شاري منه البطاريه يزود الحمض ويشحن لي البطاريه اما اذا طلعت الكثافه اكتر نحط ماء مكتر ونشحن البطاريه طيب ادي اول حاجه البطاريه قبل ما اشرحها بيحصل فيها معايا ومعاكو ومع باباك ومع مامتك البطاريه خلال اليوم بيحصل فيها ثلاث حاجات انا ماشي بالعربيه الدينامو شغال خلي بالك بقى انا قلت من شويه ما دور الهيدرومتر الهيدرومتر بيقيس لي كثافه الحمض بتاع البطاريه بياس لي كثافه الالكتروليت طب ما دور الدينامو بتاع البطاريه انا بقى الصبح ماشي بالعربيه مفيش نور مفيش كاسيت مفيش حاجه انا ماشي بس بالعربيه يبقى الدينامو بيشحل البطاريه البطاريه هنا عماله تاخد كهربا بتخز بتخزن لي كهربا جواه طيب بالليل انا ماشي بالعربيه الدين الموتور شغال الدينامو شغال بيحصل حاجتين بالليل الحاجه الاولانيه الدينامو بيشحن البطاريه بس خلي بالك كان عندها مخزون طول النهار ما هي طول النهار مشحونه يبقى ده شحن برضه ولكن بنور النور يبقى البطاريه بتتشحن وفي نفس الوقت البطاريه بتفضى بشغل النور بشغل الكاسيت بنور نور الصالون هنا بتحصل عمليتين وهي العربيه ماشيه طيب جينا الاستوديو بالليل عشان نعمل لكم الحلقه الجميله دي بطلنا العربيه لما بطلنا العربيه نسينا النور كده البطارية بيحصلها حاجة واحدة بس إنها بتت... إيه بيحصل لها عملية تفريغ. يبقى الصبح العربية ماشية ومش مشغلين نور ولا كاسيت البطارية بتتشحن. بالليل طلعنا الاستوديو نعمل لكم الحلقة الحلوة ديت ونسينا النور، الدينامو مش شغال البطارية تفضل. طيب ممكن يحصل الحاجتين، الدينامو بيشحنها وإحنا ماشيين والنور بيفرغ نرجع للتركيب بقى، يبقى أول حاجة زي ما إحنا شايفين على الرسم كده الحوض اتكلمنا عليه وآدي الإلكتروليت. جوه البطارية السايلة اللي احنا بنشرحها ست الواح هنتكلم عليهم دلوقتي بالتفصيل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الست الواح دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة متصلين ببعض ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يطلعوا برا كده على صباع من الرصاص بنقول عليه مصعد انود سالب اللي بيعمل تفاعل الاكسده يعني بيطلع الايه يطلع منه الالكترونات وعندي جوه البطاريه ستة الواح تانيين ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ستة واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته ويطلعوا بره كده على صباع تاني ده الموجب ده المهبط الكاسود الموجب طيب كده ده التركيب اللي احنا المفروض نرسمه لكن تعالوا نعمل مع بعض حاجة جميلة أو تعالوا نطلع لوح من ألواح المصعد الأنودي الموجب هنلاقيه عبارة عن ايه المصعد الأنودي السالب آسف المصعد الأنودي السالب اللي بيعمل تفاعل الأكسدة هنلاقيه عباره عن لوح من الرصاص الشبكي الصلب المثقوب ويتملي هنا بعجينه الرصاص اللي هي بي بي يبقى هنا كل الثقوب ديت مليانه بعجينه من الرصاص ده ده المصعد الانودي السالب اللي بيعمل تفاعل اكسده كل ذره من البي بي وهي البطاريه بتفضى تاخد SO4 من الالكتروليت وتديني والبطاريه بتفضى بي بي اس او 4 زائد 2 الكترون سالب. طب ليه هنا تفاعل اكسده؟ هنا البي بي عدد تاكسده صفر. هنا ايون الكبريتات يا ولاد خلي بالكم عدد تاكسده بكام؟ ها؟ فكروا كده بسالب 2، اذا البي بي هنا بموجب 2. طب ليه هنا ذره البي بي الرصاص اللي في المصعد العنودي السالب حصل لها اكسده؟ لو بصينا كده حصل للبي بي ده اكسده لانه ايه؟ انتج او فقد اتنين الكترون والشحنه الموجبه زاد طب ما تيجوا كمان يبقى هنا يطلع اتنين الكترون، ما تيجوا نكتب تيجوا نطلع لوح من الواح الكاسود الموجب اللي بيحصل عنده اختزال عباره عن لوح من الرصاص الشبكي المثقوب. رصاص شبكي مثقوب ده العجينة اللي جواها هنا جوا السكوب تملأ السكوب بعجينة من ثاني أكسيد الرصاص بي بي أو تو البني المحمر ده كاسود موجب اللي بيحصل عنده تفاعل اختزال البي بي البي بي أو تو زائد الاس أو فور سالب اتنين من الالكتروليت زائد أربعة بروتون موجب من الحمض بيديني ايه أثناء التفريغ. الأوتو مع الأربعة بروتون الموجب اتنين جزيء مية الله ده البطارية هي بتفضى بتدي مية يعني تركيز الحمض بيقل وزائد بي بي اس او فور بس ما ننساش ان هنا في اتنين الكترون طيب عايز اعرف هنا بقى عدد تاكسد البي بي هنا بكام؟ احنا اتفقنا ان الاو سالب 2 طب 2 في سالب 2 يعني سالب 4 يعني هنا موجب 4 موجب 4 لكن هنا الاس او 4 دي بسالب 2 يبقى هنا موجب 2 اذا البي بي كان موجب 4 في المتفاعلات بقى بي بي موجب 2 في النواتج بعد اكتساب 2 الكترون يبقى ده تفاعل اختزال يهمني قوي أو يا اولاد تحفظوا المعادله اللي انا هقولها معادلة المرقم الرصاصي دي مهمة جدا 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 تعالوا نحفظها مع بعض أنا قلت لكم إن الثقوب بتاع الأنود السالب مليانة إيه؟ برافو عليكم بص كده مليانة عجينة من البي بي طيب الثقوب بتاعة الكاسود الموجب مليانة إيه؟ بي بي أوتو عجينة من ثاني اكسيد الرصاص هنا لازم أعمل الاول الالكتروليت اربعة بروتون موجب زائد اتنين اس أوفور سالب اتنين ده تفاعل انعكاسي البطارية كل ما بتفضى يمكن اعادة ايه شحنها البي بي اخد واحدة من الاس او فور في بي بي اس او فور والبي بي التانية خدت الاس او فور بقت اتنين بي بي اس او فور زائد اتنين اتش تو هنكتب دلوقتي يا استاذ خالد الرمز الاصطلاحي نكتب الرمز الاصطلاحي البي بي بقى بي بي موجب 2 يبقى هنا حصل له عمليه ايه اكسد البي بي بقى بي بي موجب 2 وادي القنطره الملحيه اما هنا البي بي البي بي هنا كانت موجب 4 طب ازاي موجب 4 2 في سالب 2 في سالب 4 يبقى دي موجب 4 بقت هنا بي بي موجب 2 نخلي بالنا كده هنا ده القانون السالب العجينه بتاعته حصل لها اكسده كل ذره حصل لها اكسده وده الكسود الموجب كل بي بي موجب اربعة في ثاني اكسيد الرصاص بقى بي بي موجب 2 ده الكسود الموجب واسف للاطاله واتفضل يا استاذ خالد <applause> اولا سعادتك ما تعتذرش احنا يعني الطلبه حقها على حضرتك انك تستفيد ودي اطاله في صالح الطالب بنشكر سعادتك عليها طبعا موجز ما قاله استاذنا ان في بطاريه الرصاص الحمضيه والتي تسمى ببطاريه السياره ان الانود عباره عن مجموعه من الواح الرصاص الشبكي مملوءه برصاص اسفنجي اما الكاسود برضه مجموعه من الرصاص الشبكي مملوءه بثاني اكسيد الرصاص بي بي او 2 اما الالكتروليت ده عباره عن حمض كبريتيك مخفف وتكلمنا عن التفاعل الكلي بي بي زائد بي بي او 2 زائد 4 اتش موجب زائد 2 اس او 4 سالب 2 تفريغ وشحن نتج 2 بي بي اس 4 زائد 2 اتش 2 او لكن ممكن يسالني سؤال من الاسئله المهمه جدا علل بطاريه السياره تعتبر بطارية إنعكاسية أو الخلية الجلفانية بصفة عامة خلية إنعكاسية طبعا هنقول له أن هذه البطارية بطارية إنعكاسية لأنه عند توصيلها بمصدر طيار كهربي جهده أكبر قليلا قليلا من الجهد الناتج عنها تنعكس التفاعلات فتصبح تفاعلات الأكسدة اختزال وتفاعلات الاختزال أكسدة وتتحول كبريتات الرصاص إلى رصاص وثاني أكسيد الرصاص ويعود تركيز الحمض إلى ما كان عليه لكن إحنا عايزين برضو نوضح حاجة مهمة جدا في بطارية الرصاص الحمضية أن بيحدث عمليتان شحن وتفريغ، التفريغ ده بيعتبر خلية جلفانية أما الشحن يعتبر خلية تحليلية أو الكتروليتية لأنه أثناء التفريغ بيتم تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية أما أثناء الشحن أنا بستمد طاقة كهربية من مصدر خارجي فأنا بحول الطاقة الكهربية الناتجه من مصدر خارجي الى طاقه كيميائيه لاحافظ او اعود الى مكونات الانود والكاسود والمحلول الإلكتروني في حته برضو انا يعني تكمله حساب القوة الدفع الكهربية. احنا اتفقنا ان القوة الدفع الكهربية في العمود الجاف واحد ونص فولت. طب القوة الدفع الكهربية بتاع بطارية السيارة ايه؟ لما شرحت لكم المركب الرصاصي بطارية السيارة قلت ان هي فيها ست عيون. لو جينا لكل عين هنلاقي فيها الثلاث حاجات مصعد انود سالب ومهبط كسود موجب والالكتروليت الواح الانود مليانه بالرصاص بي بي عجينه الرصاص والواح الكاسود الشبكيه مليانه بعجينه ثاني اكسيد الرصاص وحواليها الالكتروليت العين الصغيره ديت فرق الجهد بين الانود السالب والكسود الموجب 2 فولت طب انا البطاريه عندي كام عين عندي ست عيون طب ستة في 2 فولت يعني 12 فولت إذاً بطاريه السياره بتديني قوه دفع كهربيه مقدارها 12 فولت عندنا يا استاذ خالد قلت آه يعني بقى نستكمل بالمره البطاريات طالما احنا اتكلمنا عن الخليه الجافه واتكلمنا عن بطاريه الصوص الحمضيه برضو عندنا بطاريه مهمه جدا من البطاريات اللي هي بطاريه النيكل كادميوم وتعتبر دي معادله الطلبه اه اه نحب نعرفها التفاعل الكل النهائي وكذلك كيف يمكن كتابه الرمز الإصلاحي في بطاريه النيكل كادميوم القلويه عشان بعد ما نخلصها عندنا بعض الاسئله التعليمية الجميله على البطاريات اتفضل انا عايز بس أولادي الاول علشان الموضوع يبقى سهل عليهم في الكراسه بتاعتهم الملاحظات دي بتاعت مدرسه على الهوا يكتبوا لي أعداد التأكسد تاني، أعداد التأكسد ده مش موضوعكم السنة دي أنا عارف، بس هي المنهج مرتبط ببعضه، وتانية مرتبطة بثالثة. خلي بالك عدد تأكسد ذرة الأكسجين غالبًا في جميع المركبات، غالبًا في معظم المركبات سالب اتنين. ومجموعة الأو اتش OH السالبة عدد تأكسدها على بعض بسالب واحد. ومجموعة الكبريتات اس او سالب اتنين. ذرة الـ في المركب غالبًا سالب اتنين. مجموعة OH بسالب واحد مجموعة الكبريتات SO4 بسالب اثنين خلية النيكل كادم من الخليات الجلفانية الثانوية التي يمكن إعادة شحنها هقطع سعادتك يعني عشان وقتنا مش هيسمح لنا فاحنا نستسمح سعادتك نقول بس كده خليه الزئبق وبعدين نبقى نقول النيكل كادموم بالتفصيل في الحلقه القادمه ان شاء الله عشان وقتنا بس يعني فمعلش يعني المقاطعه النيك كنا النيكل كادموم كنا زماننا خلصنا ما علينا مع طيب عايزين خلية الزئبق طب ما خلية الزئبق دي من الخلايا الجلفانية الأولية التي لا يمكن إعادة شحنها وعشان ما ننساش إن قوة دفع الكهربائية بتاعتها واحد وثلاثة من عشرة فولت ليها مميزات ولها عيوب من مميزاتها إن حجمها صغير عشان كده هي اللي بتستخدم في الساعة بتستخدم في سماعات الأذن بتستخدم في كاميرات التصوير طب عيبها إيه؟ بتنتج زئبق سام عشان كده يا اولاد ممكن يسالني اللي لما ياتي يجب التخلص من خليه الزئبق بطريقه امنه لانها تنتج زئبق سام طب في عجاله كده عايزين المعادله بتاعتها بنقول يا اولاد ان زد ان زائد اتش جي, جي او بتدينا زد ان او زائد اتش لو حبينا نكتب الرمز الاصطلاحي بسرعه كده يا اولاد فبنقول إن الزد إن عدد تأكسده بصفر، عنصر نقي لوحده، وإن الاتش جي بصفر. إحنا اتفقنا مع بعض إن الأو بسالب اتنين. طيب الاتش جي تبقى بموجب اتنين. طب هنا الأو بسالب اتنين يبقى الزد إن بموجب اتنين. طب نبص كده مع بعض يا ولاد وندقق إيه اللي حصل للزد إن؟ الشحنة الموجبة زادت، يبقى هنا حصلت عملية أكسدة. تبص طيب للزئبق ال اتش جي موجب 2 الشحنه الموجبه قلت اذا هنا حدثت عمليه اختزال ما تيجي نكتب الرمز الاصطلاحي بتاعها الرمز الاصطلاحي قنطره ملحيه الزد ان الزد ان الزد ان اصبح زد ان موجب 2 اذا لما زادت الشحنه الموجبه يبقى الانود المصعد الانود السالب من الخرسين الاتش جي كانت في المتفاعلات موجب اتنين اصبحت في النواتج اتش جي بصفر، إذا هنا ده ده الكاسود الكاسود الموجب اللي حدثت عندها عملية الاختزال، هنا الانود السالب حصلت اكسدة يبقى هو عامل مختزل، الاتش جي الموجب حصل اختزال يبقى هو عامل مؤكسد، مما تتركب خلية الزئبق، المصعد الانود السالب زد إن. والمهبط الكسود الموجب عبارة عن أكسيد زئبق مع مسحوق كربون الألكتروليت في النيكا الكادميوم القلوية وهنا الألكتروليت قلوي خلية الزئبق رغم أنها أولية وخلية النيكا الكادميوم خلية ثانوية لكن بيشتركوا في نوعية الألكتروليت الألكتروليت في كل منهما هو هيدروكسيد البوتاسيوم كي موجب و اتش سالب لو سالني هنا او هنا في خليه الزئبق او خليه النيكل كادميوم ما نوع الالكتروليت قلوي عباره عن ايه عباره عن كي موجب و او اتش سالب كي او اتش ده عباره عن هيدروكسيد بوتاسيوم ما فائده الالكتروليت بيوصل التيار الكهربي عن طريق حركه ايوناته في اتجاه الاقطاب المخلف برضو طالما سعادتك قلت المقارنه برضو انود خليه الزئبق وانود العمود الجاف عبارة عن خرصين يعني برضو بيشتركوا في ساق الخرصين آه آه طبعا يعني احنا في نهاية حلقتنا بنشكر الأستاذ محمد حسن زغلول آه خبير الكيمياء بوزارة التربية والتعليم شكرا ليك يا أستاذ محمد شكرا ليك وشكرا لأبنائي الطلب آه ان شاء الله آه احنا بنعد حضراتكم ان في الحلقة القادمة هنتكلم عن بطارية النيكل كادم بالتفصيل ونستكمل مراجعات هامة خاصة بباب الكيمياء الكهربية في نهاية حلقتنا. نتمنى لكم التوفيق والنجاح وعلى وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم المتميز مدرسة على الهواء على قناة مصر التعليمية أطيب أمننا وأرق تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.